الاستدامة عنصر أساسي من استراتيجية النقل لكأس العالم 2022. مرحبا، اسمي ثاني الزراع، مدير إدارة النقل باللجنة العليا للمشاريع والإرث. بكون قطر 2022 بطولة متقاربة المسافات، سيكون استخدام الطائرات مرة واحدة فيها، والذي يقلل انبعاث الكربون بشكل كبير في البطولة. استطاعت الجماهير الواصلة إلى دولة قطر في كأس العالم 2022 استخدام عدة وسائل النقل الصديقة للبيئة والتي تستخدم طاقة نظيفة، منها الباصات والحافلات البطولة ومنها المترو، بالإضافة إلى المسارات المعدة للدراجات الهوائية وللسكوترز والتي تستخدم الطاقة النظيفة. تطوير شبكة مواصلات صديقة للبيئة من كافة النواحي ومتكاملة سيعود بالفائدة على كافة قاطني الدولة ما بعد كأس العالم.